سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم جينا لكم بواحد المقادير ديال المهم غادي نديرو تحضيرات ديال رمضان. جيت عند صاحبتي وقلنا علاش ما نوجدوش كلشي اونصوم مع غادي كما كتعرفوا راني بديت الخدمه وتا هي اذن قلنا نوجدو كلشي هكا باش في رمضان نكونوا خدامين نجيو نسخنوا داكشي وناكلوه. مهم غادي نبداو اليوم الفيديو، غادي نديرو لي سوشون. غادي نحتاجو كيلو ديال الطحين، جوج كيسان ديال الماء ما يكونش بارد وما يكونش سخون يكون دافي، كاسونس ديال الزيت، جوج معالق ديال الخل وشويه ديال الملحه و 15 غرام ديال الخميره. دابا غادي نجي على بركه الله، غادي نجي وغادي نديرو هنايا الطحين. بغيتو تعجنوا بيديكم بغيتو تعجنوا بالعجانه فحال فحال، العجينه فريمون كتكون سهله. غادي نديرو الطحين، غنزيدو عليه الماء جوج كيسان، غادي نخلطو كلشي. غادي نديرو كاسونس ديال الزيت مائدة، فهمو العجينة كتجي فحال ديال الملوي كتجي هشيشة. هاد المقادير غادي نديرو بهم بزاف الأنواع ديال لي سوشون، بزاف الحشوات، الملحه غندير هادشي كامل صافي كتجي الحشوه مالحه صافي. غادي نخلطو هادشي، نزيدو الخميره ديال الحلوه، فهم ولا جربتو هاد الطريقه غتشكروني بزاف عليها. بون كيما كتشوفوا البنات العجينه خاصها تكون فحال هكا ما تكونش ما كتلصقش في اليد صافي. دابا غنديرها فواحد الطباسيل ونخليوها ترتاح بين ما نوجدوا الحشوه. بون الناس بين ما وجدنا هنايا الحشوات غادي نديرو هاد لي سوشون بثلاثه ديال الحشوات مختلفين، واحد غنديرو فيه الدجاج والبصله والفيرميسيل وشويه الزيتون، الحشوه الثانيه غادي نديرو فيها الكفته والبصله وصوص طوماط غادي ندهنوها في الاخر في لاباط، والحشوه الثالثه غادي نديروها بالخضره خيزو عندنا هنا محكوك والفلفلات الالوان والربيع. مهم غادي نبداو بعدا بالحشوه الاولى، غادي نديرو فيها الدجاج مقطع طريفات صغار مع البصله نشحروهم ونرجعو باش نوريكم كيفاش غادي نديرو داكشي. نسيت البنات غادي نبداو نديرو نص ديال البصله، هنايا عندنا ثلاثه ديال البصلات مقطعين صغار صافي، وغنخليو هادشي باش نديرو في الحشوه ديال الكفته. ما غنديروش العطريه في الاول باش ما تحرق ليناش، غنخليو حتى تنزل شويه البصله، عاد غادي نديرو الدجاج. والبنات غادي نديرو في المقله الاخرى هكا باش نديرو عصفورين بحجر واحد. غادي نجي وغادي نديرو هنايا البصله، هنا غنديرو معاها الكفته وهنايا الدجاج. بون دابا غادي نزيدو هنا بما صافينا البصله كما كتشوفو، غنزيدو الدجاج ديالنا. غادي نديرو الملحة، نديرو البزار، غنديرو شوية ديال السكينجبية، طلعت العطرية المغربية كنديرو كلشي، وغادي نديرو شوية الخرطوم والطوماطيل. لي كيعجبو الموطار ينسم بالموطار وشويه بزاف بزاف كيجي في لي سوشون واعر. كنديرو
المهم في هذه الحشوه ديال 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 الكبسه غادي نزيد شويه ديال الجزر. الصان الجزر كيجي مشي مزيان مع مون. دابا غادي نزيدو الربيع، ربيع فلو حتى الاخر باش ما يتحرق لكمش. صافي نخليوها هنايا. دابا نزيدو الكفته. صافي نخليوها طيب. والعطريه غادي نديرو فحال هاد، نديرو شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملح. ما تنساوش راه لاطات درنا فيها درنا فيها الملح، نزيدو غير شويه صافي. وشو ماركو صافي. دابا بما طاسين الحشوه غادي نطفيو على المقلة، وغادي نزيدو شويه ديال الزيتون الفارنيسير. ونخلطو كلشي ونخليهم يبردو. هون دابا غادي نزيدو هنا عندي الفلفلة، زيد زيد زيدها. غادي نحط عليها نبرد بيها كي نكون غنديرو السلاطة هداك شوية عاد غادي نزيدو ليها هاد الفلفلة. المهم بالنسبه للحشوات نخليكم ديروا اي حاجه بغيتوا، ديروا هذا، ديروا الفرماج مع تعبانيخ، ديروا الطون والبيض والطوماط، اللي بغيتوا اللي بغيتوا ديروا. حنا بغينا نديروا الاكثريه شي حاجه اللي تكثر منها الزيتون، خضره فينا. وبالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحار ديروا الحار، نشوفوا المشكله كيتصب صافي. غنخلي الفلفله ديالي تنزل ونزيد على داك الجزر اللي عندي، شوية الزيتون شوية الفارنيسير، ونتلاقاو في الاخر ديال لابيل دايز. نقولكم انا راه غير سمحوا لي انا طلعت دوك تفقدوا لي نو كنقولوا نقولكم العجينه، نطلقوا العجينه قبل ما نضحك. غادي نديرو جوج كيلات، واحد على شكل سيكار، واحد على شكل ديال لي سوشون عادي اللي كنعرفو، باش تشوفو كيفاش غادي نديرو الزواقات اللي قررنا نديرو. بون البنات كيما كتشوفو كنديرو الحشوة هنايا، معرفتش كتبان ليكم ولا لا. صافي و ديري عافاك. المهم الطريقة هي هادي، هانتوما شوف كتشدو كتلبو بها فحال السوشون. جي هنايا عافاك، هنا الكوبيس البيغ حيت كاين شي ضل. شتو فحال هاكا هنايا، اها
صافي وكتلوبوا العجينه وكديروا ليها هكا صافي اللي هي هذه. كتجيو نتوما المهم الا عندكم هذا نقشوا فحال هكا، الا ما عندكمش هذا ديال الكعب الغزال صافي حطوهم عادي. هاد ديكور جديد. العجينه ما تخافوش منها كتلوى، شوفوا ها نتوما كتلوى معاكم ما كتقطعش. شوف اجي هنايا كيفاش كتجي، تبارك الله عليك. كما قلت لكم بغيتو تنقشوها نقشوها. كنديروا الحشوه هذه ديال الكفته وخيزو صافي، وكنديروا هذه غنديروا على حسب على شكل سيجار والفرماج فرماج الفرماج صافي. كنلويوها بحال كتلويو السيجار هكا صافي. صافي وكنحطوها هنا. هذه الطريقه ديال السيجار زعما عمليه جدا. هنا يفضل ديروا نو صافي، وغنبقاو على هذه الطريقه حتى الاخر ونوريكم النتيجه. بون البنات ها هو السيجار فاش غادي يطيب، غادي يزيد يتنفخ ان شاء الله يكون عجبكم هذا الديكور الثاني. دابا حنا قطعنا هنايا هادو باش نديرو دابا هذا الخضره على شكل سوشو كما كتشوفوا. غنوريكم دابا الطريقه كيجيو بحال هكا ديال السوشو صافي. كديروا الحشوه من الداخل صافي، كتسدوها كتسدوها فحال هكا. شوفوا هذه هي لاستيس اللي بغيتكم تشوفوا، كتقرصوا وتلوبوا تقرصوا وتلوبوا شفتوا كيجي فحال هكا. ها هما كيجيو في المنظر واعرين. بون البنات كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال لي سوشو. شوف بحال هكا، هادشي اللي هنا راه غير سودانيا، هما كيتعطي الكولور وهائل جدا. بون البنات كما كتشوفوا صافي سالينا. صراحه جاو هشاشين واعرين بزاف 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 بزاف. كنتمنى زعما تجربوا هاد لا غوسيت وهاد وهاد العجين اللي شاركت معكم اليوم، والحشوه هذيك لافارس
على حسب كل واحد شنو عنده في دارو، كل واحد شنو كيعجبو، كاين اللي كيعجبو الخضره كما قلت لكم، كل واحد شنو كيعجبو ياكل. بون نوريكم دابا النتيجه النهائيه. بون البنات هانتوما كما كتشوفوا فريمو كيجيو هشاش. وهذه هي النتيجه النهائيه. راه غير الضو ناقص مع دابا الليل ما كيبانوش ليكم. هادو دابا غادي نديرهم في الكونجيلاتور وما حمرناهمش ني حتى مزيان، حقاش هادو غادي نديرهم في الكونجيلاتور وغادي فاش في رمضان نجبدوهم ونسخنوهم. شفتوا هادو فيهم الدجاج، هادو فيهم الخضره، هادو فيهم الكفته، وهادو فيهم حتى هما الكفته والخضره. بون البنات كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتبارطاجوا مع لي زابوني ديالكم. بسلامه.